الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تقدمها لكم زينب دشتي. والبداية دوما بأبرز العناوين. الخالد للجهات الرقابية، التوجيه السامي واضح، لا حماية لفاسد ولا أحد فوق القانون. سمو رئيس مجلس الوزراء وأكد يعني حضور الحكومة. الغانم يوضح جلسة الثلاثاء والأربعاء المقبلين عادية والحكومة تؤكد حضورها. والله النهاردة يوم عيد، أنا معيش أكل، طب كيف هبعت لأهلي؟ المهبولة والجليب تتنفسان الحرية، والرأي يواكب رفع العزل المفروض منذ أشهر. 833 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 578 حالة. المعلومات المدنية تدعو مجدداً من لديه شكوى بشأن العناوين لإبلاغ النيابة العامة. وفي النشرة، التربية تعكف على تجهيز اختبارات ورقية لجميع المراحل التعليمية. عقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية، حيث أكد أنه يأتي في ضوء التوجيه السامي لسمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون. وقد شرح الخالد بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود، وما تسخر به التشريعات من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين واسترجاع الأموال العامة. كما أكد رئيس الوزراء بأن توجيه سمو الأمير كان واضحا بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، مشددا على أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات. وعبر عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها. في تصريح له اليوم، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة المجلس المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستكون جلسة عادية، مشيرا إلى أن ما صرح به أمس من أنها جلسة غير عادية كان خطأ لغويا غير مقصود. وأضاف الغانم أنه تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أكد حضور الحكومة للجلسة، موضحا أنه سيتم توزيع جدول أعمال الجلسة بعد غد السبت. ولفت إلى أن الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيطان بصفته سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة. الجلسة القادمة جلسة عادية، يعني جلسة ثلاثاء وأربعاء، قد يكون خطأ لغوي أني ذكرت يوم أمس بأنها جلسة غير عادية، والمقصود أنها جلسة عادية، يعني الدعوة لجلسة الثلاثاء راح تصل في المواعيد المقررة وسيكون جلسة الثلاثاء وامتدادها الأربعاء وجدول أعمالها وفق اللوائح. ردا على سؤال عن إدراج الاستجواب، جاوبت بأن نعم الاستجواب سيدرج على جلسة يوم الثلاثاء القادم، لكن تصحيحا
الخطأ بأنها جلسة عادية وليست جلسة غير عادية. وأيضا تم التنسيق مع الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء وأكد يعني حضور الحكومة لهذه الجلسة، وسيوزع إن شاء الله جدول الأعمال مساء يوم السبت كالعادة. لكن حبيت أوضح بأن جلسة الثلاثاء هي جلسة عادية. وفي الساحة البرلمانية، شدد النائب رياض العتساني على ضرورة التصدي للوثيقة الاقتصادية وإيقافها، مؤكدا أنها تتضمن مساسا بجيوب المواطنين ومكتسباتهم. وقال العتساني في تصريح له اليوم إن الوثيقة بدأ تطبيقها بالفعل، لافتا إلى أن هذا الأمر خطير في المستقبل، إذ أنه ليس كل الكويتيين مقتدرين وبعضهم ينفد راتبه في منتصف الشهر. اليوم بلشوا رسمي وهذا كتاب لإحدى الجهات الحكومية بتقليص الميزانية، أي المساس في مقدرات والزيادات والبدلات وإيقافها فيما يخص الموظفين، وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا. قدمت استجواب السابق وراح أستجب الوزير ذاته في المستقبل. فحددت الجلسة يوم الثلاثاء، قدمت اقتراحات أن ما يمسون جيب المواطن ولا الموظفين، يبتعدون كليا عن هذا الأمر وتوفر للدولة. دراسة كاملة قدمتها لم يؤخذ فيها وزير المالية، لذلك يجب اليوم محاسبته. الوثيقة بلشوا فيها، وأكد الأمر خطير للمستقبل، مو كل الكويت المقتدرين، بعضهم اعتمد على الراتب وينفذ راتبه عند منتصف الشهر. تنفست منطقة المهبولة وجليب الشيوخ فجر اليوم الحرية، وذلك بعد أشهر من العزل الذي رفع فجر اليوم، فيما أزالت قوات وزارة الداخلية المكلفة بتأمين محيط المنطقة حواجزها، وتم فتح المجال لسكان المنطقة بالدخول والخروج وسط حركة لسيارات الشركات لنقل عمالها إلى مقرات عملهم. فريق الرأي واكب رفع العزل عن المنطقتين في التقرير التالي. بعد 3 أشهر من العزل تنفست كل من المهبولة وجليب الشيوخ. الآلاف من العمال خرجوا سيرا على أقدامهم باتجاه الطرق السريعة للبحث عن أرزاقهم في ظل توقف وسائل النقل العام. الأيام الصعبة التي مرت عليهم جعلتهم يشعرون وكأن يوم فك العزل عن تلك المناطق أشبه بيوم عيد، حسب ما عبر بعضهم للرأي. والله النهاردة يوم عيد، يعني احنا ما عيدناش العيد الفطر. طبعا في إجارات متأخرة، ما حدش قال ان احنا مش هنسد، يعني هنسد طبعا، كل ده دين في رقبه اي بني ادم، فينا دين. يعني يا ريت يا بس ينتظروا شويه لغايه اما الناس ربنا يفكها عليها، طبعا فلوس تجري في ايديهم. طبعا في بيوت في البلد محتاجه الفلوس، طبعا هيضطر ان هو يقسم، هنقسم الرزق بين البيت وبين صاحب العماره لغايه ما ربنا يفرجك. يا ريت يعني ما يستعجلوش، جينا ناكل لقمه عيش، بس عايزين حاجه واحده بس، ان الشركات تدي الناس حقوقها اللي مقصره معاه. اي نعم احنا اعطيناهم حقهم، يعني احنا بنطلع بدوامنا مثلا من الساعه 4 5 الصبح اهو، بنرجع على الساعه 1 او الساعه 12، ما قصرناش. لكن الشركات اللي هي قصرت مع الناس يا ريت ان هي تدي حقوقها، لانه كل واحد مسؤول عن عويله، عن عيال وصغار ومدارس ومصاريف وكل حاجه. عندنا في مصر معتمدين على ان كل شهر نبعت فلوس لاهلنا، اصبح حاليا دلوقتي انا معيش اكل، طب كيف هبعت لاهلي؟ وفي ناس يعني صحبات السكن كانوا بيطلبون بالايجار، فعشان كده يعني ظروفهم المعيشيه كانت صعبه جدا. انا شفت بنفسي ناس ما تعودتش ان اشوفها تمد ايدها وتاخد وتشحن، لأن ظروفهم كانت ما تسمحش. الفرحة باتت واضحة على وجوه سكان المنطقتين، وألسنتهم تلهج بالدعاء لسمو أمير البلاد والشعب الكويتي على ما قدم من مساعدات للعمالة الساكنة في المناطق المعزولة. والله الواحد بيحس بأمال والدنيا تمشي، وعايزين الدنيا كلها تشتغل والناس كلها تمشي. يعني بابا أقول بقات ما في برا شغل، أبي زين أنت بعد شغل، أنا زين الحمد لله. صدقني كنا بنستلف من جماعتنا يعني حاجة بسيطة، لكن عشان نقف في التوابير في الشارع والحاجات ديت والحاجات دي، لا أنا مش بتاع الشغلات ديت. احنا عندنا عزة نفس أهم قبل شيء،
والله انا اللحم يعني انا صاحب ملحمه يعني ضرر ما يخلونا حتى نفوت اوقات ما يخلوني اطلع اجيب لحم بس. وقد عملت الفرق التابعه لوزاره الاشغال والجهات الاخرى المعنيه على ازاله الحواجز والاسلاك الشائكه من على الاسوار الفاصله بين المداخل والمخارج في المنطقتين عشيه فك العزل. خالد الفارس الراي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 833 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة. كما تم الإعلان عن شفاء 578 إصابة من المرض خلال 24 ساعة الماضية. من يتابع الحالات في دولة الكويت يستطيع أن يشاهد أنه كان هناك ثباتا نسبيا في خلال الأيام الماضية إذا ما تحدثنا عن عدد الإصابات بشكل يومي، وهذا الثبات النسبي مرهون بمدى الالتزام بالاشتراطات الوقائية الصحية الاحترازية الاستباقية. نحن نتحدث عن ذلك طالما أنه لا يوجد هناك حتى الآن أي تطعيم أو أي لقاح لمواجهة ومحاربة هذا الفيروس، لذلك أمر الاشتراطات الصحية هو واجب الحدوث وواجب الالتزام سواء كان من مؤسسات أو سواء كان من أفراد، طالما نحن نتحدث عن مسؤولية مشتركة. هناك بعض الأنشطة الموجودة في المرحلة الثانية لم تكن موجودة في المرحلة الأولى، كما أن هناك بعض الأنشطة في المرحلة الثالثة ليست موجودة في المرحلة الثانية، وحتى نضمن انسيابية الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان لابد من الالتزام بهذه الاحتياطات الوقائية والأخذ والنظر إليها بجدية تامة. صحيح أنها أمور بسيطة عندما نتحدث عنها. تعكف وزارة التربية على تجهيز الاختبارات الورقية لنهاية العام الدراسي 2019-2020 لجميع المراحل التعليمية، حيث كشف عدد من موجهي العموم لجريدة الرأي عن تكليفهم من قبل قطاع التعليم العام بتسليم اختبارات الصف الثاني عشر في موعد أقصاها 20 من الشهر الجاري، على أن تسلم اختبارات بقية الصفوف خلال شهر على أكثر تقدير. واستغرب الموجهون من هذا الطلب في ظل حالة الغموض التي تكتنف مصير العام الدراسي، مؤكدين عدم علمهم بكيفية إنهائه سواء بدراسة نظامية أو عن بعد أو باعتماد نتيجة الفصل الأول. كما أكدوا أن الاختبارات سوف تكون بالنمط الاعتيادي المتعارف عليه سنويا دون اختصار أو تغيير. إلى ذلك، أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعات الكويت عن بدء تسليم كشوف درجات وشهادة لمن يهمه الأمر للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية. ودعت العمادة جميع الطلبة الذين لم يتسلموا كشوف الدرجات وشهادة لمن يهمه الأمر إلى ضرورة مراجعة مبنى عمادة القبول والتسجيل بالحرم الجامعي بالشويخ لاستلام تلك المستندات. جددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على لسان مديرها العام مساعد العسعوسي دعوتها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات القاطنين في السكن الخاص التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة. وقال العسعوسي إن هيئة المعلومات المدنية تكرر طلبها بعد أن صرحت بذلك أكثر من مرة، إلا أنه لم تصل إليها أي شكوى حتى تاريخه. وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة ستقف في جانب مقدم الشكوى في توفير البيانات اللازمة بشأن أصحاب العلاقة من المراجعين أو الموظفين،
حيث إن الهيئة لديها القدرة على التعرف على من قام بإنجاز أي معاملة من واقع سجلات الهيئة الإلكترونية والتي تحتفظ بالبيانات التاريخية لأي معاملة. أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنها تحقق في شكوى بخصوص وجود مضخات تقوم بسحب مياه الصرف الصحي وصرفها على مناهيل الأمطار في منطقة السالمية. وقالت الهيئة أن فريقا من إدارة التفتيش والرقابة ومركز المختبرات بالهيئة العامة للبيئة قام بمعاينة الموقع وأخذ عينات من المياه المصروفة عند نقاط الصرف وعينة من المياه المصروفة على البحر عند المجرور الواقع على الساحل والمتصل بشبكة الأمطار. وتابعت الهيئة أنها تواصلت مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الربط القائم وجار استكمال تحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص ما تم رصده. خام الكويت يعزز مستوياته، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 43 دولارا و64 سنتا في تداولات يوم أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا لتبلغ 43 دولارا و29 سنتا للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا لتغلق عند 40 دولارا و90 سنتا للبرميل. قطر تمنح الفرصة لحضور مباراتين في يوم واحد في المونديال، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع مهرجان كروي عالمي على أرض قطر خلال بطولة كأس العالم التي ستقام عام 2022 مع إمكانية حضور مباراتين في يوم واحد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي بمناسبة مرور 45 عاما على بدء العلاقات الثنائية بين قطر والمكسيك بحضور عدد من المسؤولين من الجانب المكسيكي. وقال الذوادي إنه تم اكتمال العمل في تشييد 4 استادات ويتواصل البناء في 4 أخرى وسيكتمل العمل بها في العام المقبل. من جهتها فقد أشارت سفيرة المكسيك في قطر غراسيلا غوميز إلى عشق بلادها لكرة القدم وقالت نحن في قطر نشهد بالفعل الاستعدادات لتنظيم حدث عالمي المستوى والتحضيرات لاستقبال ضيوف المونديال من كافة أرجاء العالم. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @rimediagroup ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب @rimetube. في أمان الله.